انه هلا اكيد متابعين بفقرات صباحنا غير لليوم وصلنا مع الفقرة الفنية يا اريج. أكيد ما بطلع من سوريا هي أغنية حملت توقيع كلماته وألحانه، هي ما أدرت أصوات الحرب على سوريا من إخفاء بريقة أو الحد من عطاءها لهاللحظة. فعبر الزمن كانت سوريا ولاده للمواهب والقدرات يلي تميزت ليس على المستوى المحلي فقط بل مثلت سوريا بالخارج. مساحتنا الفنيه لليوم مع المطرب اياد حنا. صباح الخير اياد. صباح النور، كل عام وانتم بخير. كل عام بدي لك رمضان كريم، فطر سعيد ينعاد عليك يا رب. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا اياد. اهلا فيكي اياد. ما بطلع من سوريا هي اغنيه، اخر اغنيه لك حملت كلماتك والحانها، خبرنا شوي عن هالاغنيه. ما بطلع من سوريا هي قصه حقيقيه، طبعا مو ما بطلع من سوريا زياره او للعمل او الدراسه، لا ما هيك بقصد، بقصد انه ما بهاجر من بلدي طمعا بجنسيه اخرى او بامتياز جنسيه اخرى، مع الاحترام لظروف كل الناس، وطبعا كل حدا له ظروف بتخليه انه يسافر او يضل، بس انا من الاشخاص يلي ما بهاجر من بلدي، حتى لو طلعت وجلت واشتغلت ودرست وهي، ولكن انا جنسيتي سوريه، وهي قصه حقيقيه للاغنيه. يعني حبيت اعبر عن مشاعرك باغنيه صارت يعني. معي يعني القصه. حلو، يلا هلا رح نسمع لكان مع بعض، بس بالاول خلينا شوي نحكي عن اياد. اياد مو بس بغني، اياد خريج المعهد العالي للموسيقى وايضا استاذ بيعطي لتلاميذه، بيقدم لهم هي المواهب يلي جواتهم يمكن بيطلعها اكثر. خلينا نحكي مع بعض يعني عن هي عن هي الايام، عن هي المسيره يلي لازم من كل فنان انه هو يمرق فيها ويقدم فنه بجميع الصور. هلا انا بالتقديم تبعكم طبعا مشكورين على الكلام الحلو. كتبته المطرب اياد حنا، انا اخر شيء بعمله هو الغناء، لان في كثير شغلات انا بعملها اكثر باضعاف من الغناء. انا بدرس وبالف موسيقى، بلحن، بعلم اطفال، هو اكثر من الغناء. طبعا أنا ميولي أكثر باتجاه التعليم، التدريس خاصة الأطفال. أولا كونه ضمن دراستي هو مجال عملي، أنا درست ماجستير بالتربية الموسيقية. ثانيا أنا بستمتع بالتعامل مع الأطفال، وهيك عندي قدرة خاصة أني أطلع أحلى شيء من الولد، وجههم للمكان الصحيح. تمام. إياد كمان كنا عم نحكي عن أغنية ما بطلع من سوريا، حابين أكيد نسمعها. إيه طبعا. هي بعد جولتنا الأخيرة بأوروبا، أنا عملتها على سيرة إنه تاخذ جنسية وضل، شو بدك عندك خدمة علم وخليك هون، شو بدك بترتاح وهيك. ما بطلع من سوريا، طلعوا من راسي، هي أرضي وأهلي فيها ورفقاتي وناسي، لو فيها وحدي رح ضل ما بتركها ولا رح فل، لو فيها وحدي رح ضل ما بتركها ولا رح فل، هي امي وام الكل، روحي بعطيها روحي بعطيها. زرت بلاد بشرق وغرب، قالوا لي بسوريا حرب، خليك باحلى البلدان بتريح بالك والقلب. استقبلني المستر جوليان، قال لي مبين وضعك صعب، عنا حتعيش بامان، بتاخد جنسيه يا شب. قلت له ام سوري مان، انا جنسيتي سوريا. قلت له ام سوري مان، انا من عيلي حمصيه، ما بطلع من سوريا، طلعوا من راسي. حلو عن جد، كثير مهضومه. سكتش يعني، هي مو غنيه قد ما انا هيك مونولوج يعني. يعني عن جد بتعبر، بتعبر عن كثير قصص واقعيه، بتعبر عن كثير من الشباب السوري اللي بالفعل ما تركوا بلدهم، وانت واحد منهم اياد. درت العالم بعمل وباشياء ثانيه، كانت هدفك الاساسي انك ترجع لهالبلد وتقدم هالموهبه وهالفن تبعك. تمام. وانا بدي ركز تما يزعلوا مني اصدقائي برا، انه براعي اللي ظروف بعد الزولة، بحترم بحترم كل الناس تماما، بحترم كل ظروف حدا. بس انا ضد اني اطمع بجنسيه اخرى غير جنسيه سوريا. ولكن انت مع انه انت
تأدي موهبتك السورية بكل العالم. يعني نحن عنا أهم الخريجين، عنا أهم المواهب، عنا أهم الموسيقيين السوريين. عن جد وين ما رحنا بنلاقي الفنان السوري سفراء. هو نمبر وان، هو نمبر وان. يعني سيد الرئيس قال لهم مرة كان معنا بالأوبرا، قلنا خاطب كل الموسيقيين قال لهم أنتوا سفراءنا لبرا. نعم. أنتوا كل واحد فيكم سفير لسوريا. بالفعل هني عم بيبدعوا برا. حتى اكاديميا يا خلينا نحكي قديش مهم انه الواحد كمان يكون موهوب ولكن اكاديمي بنفس الوقت، وهذا الشيء يمكن انت عم تستخدمه هذا الاسلوب مع طلابك. ايه طبعا. هلا اكيد هو الانسان المختص، كان بعطي مثال الطبيب انا، في شيء اسمه الحلاق كان بالحاره، هو اللي بيعالج الناس بالطرق الشعبيه، وفي الطبيب المختص يلي بيعرف كل مرض شو بيقدر يشخصه من خلال أعراض، من خلال بيقدر يعطي الدواء الصح. كذلك الإنسان الأكاديمي، الموهبة هي شيء كتير مهم وأساسي، ولكن الإنسان الأكاديمي هو أقدر على يعني تقديم العمل بشكله السليم. نعم. إياد، أنت ما تركت البلد لأسباب كتير كبيرة وأهداف كبيرة، شو الهدف الأساسي اللي عم تسعى له إياد؟ الهدف نعم الهدف الأساسي أنا إحنا قدمنا بدار الأوبرا من تقريباً شهر لكورال 150 طفل، هو يعتبر من الكورالات المميزة بدمشق، كورال مدرسة القرية الصغيرة. أنا كنت عم قود الأوركسترا والأطفال. أنا بحلم نعمم هي التجربة بكل سوريا، لأنه قدرنا نحقق مكاسب غير عمل فني راقي، مكاسب اجتماعية أخلاقية تربوية. يعني إنك تجمع أنت هذا الكم الهائل من الأطفال مع بعض يغنوا ساعة ونصف بشكل متواصل دقيق ولا خطأ بمقامات شرقية. إحنا كنا عم نغني شرقي، وبيقولوا لك إنه هذا الجيل مخه مضروب، هذا الجيل غير قادر إنه يتزوق الموسيقى الراقية. لا، هذا الجيل بيتزوق، هذا الجيل الاسفنجي هو قادر ياخذ ويعطي اكثر. المشكله انه شو عم يتقدم لهذا الجيل لما عم تقدم له فن راقي. يعني اللي احنا قدمنا لصباح فخري، لوديع الصافي، فيروز، قدمنا زجل، قدمنا بالفرنسي. وبالتالي انا من خلال تجربتي اكتشفت انه هذا الجيل هو كثير راقي بموضوع التقبل. نعم. الصادق. ولكن الأطل من بعض وسائل الإعلام يلي بتقدم فن هابط، ونحن بنقول إنه هذا الجيل بسمع هابط. لا، هذا الجيل بسمع راقي، بس نحن نقدم له الراقي. نعم. إياد، صرحت قبل بوقت إنه أنت بتطمح أو عم تشتغل على مشروع وفكرة هو المسرح الغنائي. تمام. خلينا نحكي عن هي الفكرة، وين صارت، أو هل هي طرحت لجهات محددة لحتى تكون قيد التنفيذ؟ هي طرحت ورفضت. أنا هلأ نحن بالعيد ما بصدد هاجم حدا، ولكن في شيء تاني أنا عم بعمله هلأ، منه يعني تدريب الكورالات الأطفال. مبدئياً أنا وقفت هذا المشروع ليجي حدا يؤمن ويعرف أهميته ونقدر نقدمه بالشكل الصح، بشكل أولاً يخدم الفن بسوريا، تانياً يخدم المجتمع، لأنه أي فن ما بيطور شيء بالمجتمع بعتبره للتجارة أو للشهرة. أكيد نتمنى هالهدف الكتير المهم يتحقق بالوقت القريب. إياد، شو كمان حابب تسمعنا؟ حابب سمعكم اسمع فيروزيات، يلا من الصبح، أو هي أغنية المكتب. مثل ما بتحب. مثل ما بتحب. هي قصة حقيقية. كمان نكتة. أنا مليت من هالبيت، غير المكتب ما لقيت، قاعد وحدي بغازل وحدي، طلعت لي على الانترنت. أنا مليت. سألت انتي من وين، قالت لي من سوريا. يعني سوري من وين، كتبت لي أنا حمصية. كتبت لها أنا من هوني، من حي الحامدية. وردت لي أنا من هوني،
شارع دخلي زاوية، ولو كتبت لك أنا من هونيك لون الشقة خمرية، وردت لي أنا من هونيك حد المبنى شجرية، رجعت بسرعة عالعنوان لقيت سكني بنفس البيت، يلعن حظي هيدي مرتي طلعت لي عالانترنت انا مليت من هالبيت، يلعن اللي اخترع الانترنت. الله، هاي الغنيه لالي مهضومه حمص وحمديه يعني لالي. اه تمام. يسلم صوتك، يسلم صوتك يا اياد. وانا نوجه تحيه كثير كبيره لكل الحماصني ولكل السوريين اكيد بشكل عام. اياد، يعني كان عندك مشاركات عديده وحفلات كثيره من بدايه العام ولحد الان، خلينا نتعرف عليهم وبعدين لنتعرف شو عندك بعدين. هلا انا بالعموم يعني الغناء عندي شبه يومي، وانا طبعا ما درست غناء بالمعهد العالي بس لعلم كمان لغني. يعني بغني بالحفلات العامه، عملت حفله بالاوبرا بس كنت فيها كمايسترو. طبعا هذا انا شيء دارسه يعني من ضمن اختصاصي. هلا عندي بال 16 تموز مهرجان القلعه والوادي بحمص، كثير بحب يعني هي الاجواء وشارك بالمهرجانات، وبشكر محافظة حمص ومديرية الثقافة ودار الأسد للثقافة والفنون على دعوتي. بتمنى تكون حفلة حلوة، رح يكون لقاء حلو مع أهل الوادي إن شاء الله. إياد، أنت دائما بتسعى ل يعني انتشار الفن الراقي ويمكن الأصالة بفنك، ودائما يمكن تحمل شوي الطابع الجدي والطابع الملتزم، وأيضا دائما تسعى للشيء اللي بيعبر عن أصالة بلدنا وفننا. قديش هذا الموضوع يمكن بطئ شوي من انتشاره؟ هلا أنا بشوفه كثير منتشر. يعني السيدة فيروز ما عندها ولا أغنية إلا ما هي ملتزمة، سواء الغزل سواء غناء للشجرة للجسر. بس ممكن بوقتنا الحالي نحن كمان، بوقتنا الحالي ما يوميا ما بتسمعي فيروز؟ أنا بسمع فيروز، كل العالم تسمع وديع أو فيروز أو هلأ أوكي. هلأ في يعني أنا بسميها غزو ثقافي، لأنه نطلع من هذا الرقي يلي بأثر على سلوكنا وأخلاقنا. أنا في شيء يعني أنا بعتبره شهادة، وبعتبرها هي إجرة أنا حصلت عليها من حفلتي الأخيرة بالأوبرا، إنه عم بيقولوا لي بعض الأهالي إنه إحنا لمسنا تغيير بسلوك أولادنا. هذا هو بس من خلال كلمة راقية ولحن راقي وانضباط والتزام. نعم. وبالتالي أنا بشوف إنه الفن الملتزم ما زال موجود بقوة، ولكن في فن تجاري أنا مو ضده بس مو معه، وعمل كتير نجوم وكتير أسماء. صح. يعني هلأ قولي أنت عبير نعمة من ملائكة الشرق عنا بسوريا، صديقتك وصديقتي ليندا بيطار من أجمل الأصوات بالمنطقة، حطيها جنب اسم من هدول المغنين الشعبي المنتشرين. يعني تعرفي أنت أنه التوجه كله باتجاه الشيء الهابط، نتيجة دعم الشيء الهابط. تعالوا نجيب ليندا بيطار أو عبير نعمة أو صوت من هاي أو لبانا القنطار أو هاي الأصوات الراقية ببلدنا، ونعمل لها نفس الدعم ونفس الضخ الإعلامي، رح نلاقي النتيجة إنه لا، إحنا شعبنا بيسمع الفن الملتزم والراقي. صحيح. معناتها هي بالضخ الإعلامي. تماما. نعم صحيح. أنا في أغاني هابطة كتير حافظها كلام ولحن، يا ترى حافظها لأنها حلوة وبتمثلني، أو حافظتها لأنه عم تنضخ السيارة وبالتلفزيون بالمعلقة انت عم بالمعلقة. اياد، يعني حفلة ورا حفلة، خلينا نروح على مشروعك الغنائي. حفلة ورا حفلة، يمكن كل مرة بتقدم شيء مميز. تمام. او شيء مختلف. خبرنا يمكن كيف، على اي اساس بتتم اختيار اغنياتك على المسرح، او باي برنامج بتطرحه انه انا المشاركة الثانية رح اقدم هيك، او هلا بالوادي شو رح تقدم اغاني، او يعني على اي اساس تختار، على الجو او على الوقت؟ تمام. هلا بالعموم انا بكل
يعني حسب الجو العام مثل ما تفضلتي حضرتك مثلا بالوادية في نمط أغاني معينة هي من تراثنا جبلية تمام ممكن الجبلية أكيد بحب أقدمها بالإضافة لبعض الشغلات اللي بتمثلني ومنها أغاني الخاصة أنا هلا حفلة بدار أوبرا أكيد بتختلف عن حفلة بساحة عن حفلة جماهيرية بمهرجان بالتالي ولكن في أنا عندي ستاندرات معينة الرحابنة في ليمون وهبي زكي ناصيف وديع صباح فخري القدود هي القدود السورية يعني العظيمة هي حابين كمان أكيد نسمع منك أكيد شي غنية تتعلق بتراثنا وأصالتنا وفننا العريق أكيد أغنية خاصة إن شاء الله بعد العيد رح تسمعوها بالإذاعات هلا إكسكلوسيف عنا أول شيء تمام ميرسي ولو ألحان عصام رجي الراحل الكبير هي هدية من عيلته حطي شرط بحط بني إنك ما فيك تفل هيدا القلب وهيدا العين مطرح ما بدك ضلي وحطي شرط حط بني إنك ما فيك تفل هيدا القلب وهيدا العين مطرح ما بدك ضلي شروطك عقلبي بتهون لبيها وببقى ممنون يسلموا لي هالعيون ريتا تسلم هالطلي يسلموا لي هالعيون ريتا تسلم هالطلي حطي شرط بحط بناي انك ما فيك تفل وحطي شرط بحط بناي انك ما فيك تفل هيدا القلب وهيدا العين مطرح ما بدك ضل حطي شرط بحط بناي انك ما فيك تفلي اكيد موفقه فيها اياد وان شاء الله هيك بتلاقي نجاح شكرا اياد يعني اكيد كل فنان سوري عم يشتغل عم يقدم ولكن نحن بنعرف الحجم الكبير يلي بتكلفه اي اغنيه او اي عمل يعني ونحن كثير فنانين عم ينظلموا من وراء قله يمكن الانتاج بسوريا يعني ودائما عم يكون الفنان عم ينتج عن طريقه تمام يعني هي المعاناة يمكن ما كل العالم بتعرفها تسجيل استوديو آلات خلينا نحكي عن هدول التفاصيل ويمكن هلا بالعموم في منتجين كتير بسوريا ولكن توجه مثل ما حكينا نحو الفن التجاري اللي بيجيب ربح مادي وهذا حقهم بس كمان لازم بالمقابل يكون في منتجين اللي بيدعموا الأغنية الملتزمة الراقية يلي بتجيب ربح ثقافي نعم. ومعنوي نعم يد خبرنا أكثر عن أهم مشاركاتك العالمية يعني أنت دائماً بيكون في عندك جولات بعدة بلدان عربية وعالمية خبرنا شو كان آخر جولاتك هلأ عادة بالبلاد العربية أنا بتجيني دعوة لمثلاً حفلة بمسرح بكنيسة لنقدم شيء هيك من تراثنا السرياني ولكن برا احنا عملنا باوروبا جوله مع اوركسترا الموسيقيين السوريين مع الاستاذ عصام رافع بوجه له تحيه من اهم هاد قائد الاوركسترا السوريه العربيه سابقا اهم موسيقيين الشرق الاوسط وكانت بقياده رشيد هلال ونخبه من موسيقيين سوريا واصوات سوريا نقلنا التراث تبعنا للعالم حلو. وكان تجاوبه كثير حلو بأهم مهرجانات العالم نعم بريستول روسكيلد هاد بالدنمارك في 200 ألف مشاهد كان نعم يادا يعني ما معقول نخلص لقائنا بلا ما نسمع شي فيروز أو وديع يلا وديع أو فيروز فيروز أو وديع كل شي منك حلو يا إياد يلا شو بتحب هي لحنه لفيليمون وهبي انا بحبه كثير
سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا تسبقنا السنين. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا تسبقنا السنين. سكننا عطول تأينا عطول، ليش منتلفات خايفين؟ أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي، عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي حبيبي. يا دنيا شتي ياسمين علي تلاقوا مش عارفين، يا دنيا شتي ياسمين علي تلاقوا مش عارفين من مين خايفين، من مين. سألتك حبيبي لوين رايحين، سألوني شو صاير بلد العيد، مزروعة عالداير نار وبواريد. قلت لهم بلدنا رح يخلق جديد، سوريا الكرامة والشعب العنيد. شو ما صار بحبك بجنونك بحبك، أنا قلبي عقيدي وبيجمعنا قلبي، حبي من طرابك بكنوز الدنيا، وبحبك يا سوريا يا وطني. الله، شكرا كثير. عفوا سلطنا على الاخير، خصصينا انه عندنا هواء. أكيد يسلم صوتك إياد، ناطرينك بمهرجان الوادي أكيد يلي هو أقرب شيء، وناطرينك أكيد بكل مشاركاتك. موفق، تحية لكل طلابك يلي أكيد كلهم بحبوك. شكرا. وموفق بكل خطواتك يا إياد. كلك زو، شكرا لك. شكرا لك إياد، ونورت صباحنا مثل كل مرة بتكون موجود معنا فيها، وأكيد كل التوفيق لك بكل شيء جديد رح تقدمه. شكرا، نور بوجودكم. سلام. أما هلا